السرعة مثيرة إلا أنها مميتة، فالقرار يعود للسائق، إما أن يكون سليماً وآمناً أو خطيراً ومتهوراً. قرارك يحدد مصيرك، هو شعار أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي 31. الأسبوع يسعى إلى توعية الجمهور بأهم مسببات الحوادث الناتجة عن سلوك السائقين، وتأتي على رأس قائمتها السرعة الزائدة بالإضافة إلى عدم ترك مسافة كافية والانشغال عن الطريق بالملهيات كالأكل واستخدام الهاتف النقال. طبعاً تم توعية مرور، تقديم برامج، كذلك أغاني، كذلك برامج توعوية نفس التلفزيون، كذلك بالنسبة للمجمعات التجارية مثل الستيج حالياً. تم توعية حالياً الشعب بشكل عام بالنسبة للخطورة تجاوز إشارات الضوئية الحمراء أو تجاوز الحد الأعلى للسرعة. وتنوعت وسائل التوعية للسائقين وغير السائقين، وتضمنت عرض قصص لسائقين تعرضوا لحوادث مرورية، ومن بينها منح الجمهور الفرصة لمعرفة أهمية حزام الأمان بطريقة حية في حال تعرض السيارة لحادث سير. إن شاء الله راح تكون قطر حالياً يعني خذت خطوة إلى تغيير المنهج في مدارس السيارة، على أساس أنه يكون من الأساس السائق ملتزم ويكون عنده خبرة أكثر ويكون مثقف مرورياً. وركزت هذه الحملة على توعية الجيل الصاعد في المدارس والجامعات، انطلاقاً من أن التوعية المبكرة وزرع أساسيات السياقة منذ الصغر مهمة جداً. طلاب المدارس طبعاً يشكلون فئة مهمة بالنسبة لنا، لأن نحن نؤمن أن الجيل اللي هم الأطفال هم جيل يعني في عقب فترة معينة بيأخذون رخص القيادة، فنحن صراحة نبى ننشئ هذا الجيل بطريقة أنه يكون مثقف مرورياً، عارف القواعد منذ البداية. وصراحة لاحظنا الأطفال بعد يتفاعلون مع أولياء الأمور، يعني إذا ولي الأمر ما لابس الحزام تلاقي الطفل يذكر الأبو أنه لازم تلبس الحزام. ورغم معرفة البعض بقواعد السير وأساسيات السلامة، إلا أنهم يتهورون في القيادة، لذلك تسعى هذه الحملة إلى تصحيح سلوك السائقين وتعاملهم. لا تخلو داليا الشوارع أبدا من قصص كثيرة في حوادث السير، منهم من لم ينجو ومنهم نجا، ليخبرنا قصصا كمروان محمد أحد الناجين من حادث سير أليم في دبي. إنه كان يقود سيارته بسرعة 160 كيلومتر في الساعة حين غلبه النعاس وفقد السيطرة على سيارته لتسقط من فوق جسر. يبدو أن السرعة ليست المشكلة الوحيدة. صحيح. تعرضت لحادث، ما كنت نايم وقلت اني عادي اقدر اسوق، وللاسف نمت انا اثناء القياده، طحت من فوق جسر شارع الحصه وعلى سرعه 160 تقريبا، وتكسرت انا، كسرت شتفي، حوضي، ريلي وظهري، كان عندي نزيف داخلي في الرئه وفي المعده وفي الكلى، وكنت في الغيبوبه فتره، يعني يمكن هذا اقسى درس تعلمته في حياتي. فأنا أتمنى أن الشباب ما يهدرون حياتهم وصحتهم على شيء تافه أو فترة معينة بسيطة بس عشان يستانسون أو يسوون أي شيء، لأن عقب بيندم طول عمره.